دلوقتي هنشوف اوامر النقط. طبعا زي ما احنا عارفين النقط الرفع المساحي بتاخد اوامر او بتاخد شغل كتير على الاوتوكاد. هنشوف دلوقتي على سبيل المثال لو عندنا مجموعة النقط دي بتمثل طريق مثلا او ممكن تمثل خط مواسير. انا دلوقتي عاوز احط عليها احداثيات الاكس والواي والزد على النقط دي، والتكست هايت مثلا هقول 0.5 والروتيشن هنقول 10 درجات او 15 درجة، وهقول بوت كوردينيت واختار كل من النقط وكلوز. هلاقي البرنامج اوتوماتيك حط لي كل الكوردينيت على النقط زي ما احنا شايفين، ادي الاكس والواي. طبعا الزد انا نشأت كل النقط في مستوى الزد زيرو، فالزد عندي هيكون زيرو. ادي الاكس والواي والزد لكل النقط موجودة بشكل ايه يعني اوتوماتيك وبشكل صحيح على النقط كلها مرة واحدة. زي ما شفنا في المثال السابق انا ممكن احط احداثي الزد او الاكس والواي والزد، اي احداثي من هنا احطه بنفس الايه بنفس الطريقه. الحاجه الثانيه لو انا عاوز اعمل تيبل من مجموعه من النقط، يعني عندي مجموعه من النقط زي اللي احنا شايفينها دي كده، تمام، حطيتهم كده بشكل عشوائي. لو دي مثلا شبكيه لمشروع معين وعاوز اعمل لها تيبل وفي نفس الوقت ارقم النقط دي بنفس ترتيب النقط اللي في الايه اللي في التيبل، فبختار كده الزرار ده واسلك على كل النقط و اختار. ادي هيعمل لي جدول، ادي الجدول اتنشأ لو قلت هنا كلوز، وادي ادي الجدول اهو تمام، وفي نفس الوقت رقم لي النقط. يعني طبعا التكست هايت ممكن اغيرها اخليها زي ما انا عايز، بس اشوف دلوقتي نقطه مثلا رقم 21 دي ادي احداثياتها اهيت. هرجع على الجدول اللي احنا انشأناه من النقط دي، هلاقي ادي 21 نفس الاحداثيات الموجوده، ما فيهاش اي اختلاف في الاكس وفي الواي. الامر ده الحقيقه برضو امر يعني عكس الامر اللي فات. انا هنا عملت في الامر اللي فات عملت تيبل من مجموعه من النقط. طب انا عندي تيبل زي ده يعني جايبه مثلا امبورت من الاكسل او حاجه او من المساح، وعاوز انشئ كل النقط اللي موجوده جواه. فهنا عندي بس لو قلت هنا كادرتين ادي الجدول. اهم حاجه بس يكون الجدول بنفس الترتيب اللي احنا شايفينه، سيريال او البوينت نيم او ايا كان المسمى هنا، مع كده الاكس والواي والزد بنفس الايه الفورمات اللي احنا شايفينه، عباره عن اربع اعمده. فانا بس هختار الايه، اعمل بس هنا زوم عشان النقط تبان تمام، واختار هنا الزرار ده تمام، واسلك على الجدول. الاقي ان تم انشاء النقط زي ما احنا شايفين بشكل ايه بشكل اوتوماتيك. لو قفلت كده هلاقي مثلا نقطه رقم 9، طبعا زي ما قلنا التكست هايت والروتيشن ممكن اتحكم فيه. ادي احداثيات النقطه رقم 9 اهي، لو جيت على الجدول هلاقي نقطه رقم 9 نفس الايه نفس الاحداثيات، ما فيهاش اي فرق تمام. فهذه النقط تم قراءتها او تم انشائها من خلال سيلكشن، مجرد سيلكشن على الجدول اللي قدامك. الامر ده برضو الحقيقه برضو امر جميل جدا، ان انا بعمل نقطة عند كل كورنر. يعني مثلا ده المشروع اللي قدامي ده عبارة عن مستشفى، وأنا عاوز ده الحدود المبنى بتاعي، ودي حدود مثلا الخرسانة العادية أو المسلحة، عاوز أعمل نقطة عند كل كورنر كده برضو بشكل إيه بشكل أوتوماتيك بدون أي مجهود. طبعا مهما كان المساحة مهما كان عدد النقط كله يعني هيكون بسرعة جدا وبشكل أوتوماتيك. أنا هنا بس بسلك على بختار الزرار دول وبختار الشكل 3 مرات متتالية، الاقي البرنامج اوريدي ايه حاطط لي نقطه عند كل ايه عند كل كورنر زي ما احنا شايفين بشكل اوتوماتيك. اقدر بعد كده احط عليها احداثيات الاكس والواي والزد بالاوامر اللي احنا ايه شفناها قبل كده بشكل سهل وبشكل سريع وبسيط، ويعني افتكر كده يبقى سهلنا موضوع النقط بشكل كبير، والتعامل مع النقط المساحيه يعني بقى موضوع سهل جدا.